الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإليكم مجموعة من النقاط والتنبيهات التي أحسبها مهمة للمقبلين على الزواج. النقطة الأولى، أقول للرجل: لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته وحديثه وهو يتكلم بالوحي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لك أن تنظر إلى جمالها وإلى مالها وإلى حسبها ونسبها، لكن هذه الأمور كلها يمكن أن تتنازل عنها. أما مسألة الدين فهي الركن الركين والقاعدة المتينة التي يجب أن تبني عليها بيتك في اختيار زوجتك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتأتي الأيام تثبت لك عظيم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم أقول في المقابل للمرأة ولوليها: لا تنسي كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. إذا أتاكم من ترضون دينه، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماله، إلى جاهه، إلى حسبه، إلى نسبه، مع اعتبار ذلك في الشرع، وإنما التفت إلى الأساس، إلى السبب الأول بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح هذا البيت وتلك العلاقة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الخلق أيها الإخوة من الدين، ومع ذلك نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أهميتها. فإياك أن تتعجل، وإياك أن تظلم. وأفصل وأقول: إياك أن تتعجل بقبول أحد في خطبة ابنتك، لأن سيماه سيم الخير، هذا جيد، لكنه لا يكفي، لا يكفي. وإياك أن تتعجل في رفض أحد لم ترتح له في أول وهلة، وإنما عليك أن تسأل عن دينه، عن صلاحه، عن تقواه، عن خلقه، عن أدبه، عن رحمته، عن شفقته، عن حنانه، عن مزاحه، عن لطفه، عن كرمه، عن سخائه، عن بذله. وبعض الناس لا ينقضي عجبي وعجبكم منه حينما يقول: نعم سألت عنه. فأسأله: سألت من؟ قال: سألته هو. هل تصلي؟ هل أنت كريم؟ هل أنت حبيب؟ وإذا وسع الدائرة سأل أهله. أو تسأله هو؟ لو كان فيه عيوب الدنيا كلها لما قال لك شيئا. اسأل عنه، ابحث عنه. أو تتأخر في شراء سيارة شهرا وشهرين وثلاثة أشهر حتى تسأل عن جمالها، قوتها، عن أجهزتها، عن إضاءتها، عنها في السفر، ثم تقرر بعد شهر وشهرين: والله إني لا أعلم من لا يشتري سيارة إلا بعد سنة من كثرة سؤاله عنها. ثم في لحظة تقرر:
قبول فلان لابنتك أو لكريمتك عليك أن تسأل وتتحقق، إلا إن كنت تعرف هذا الإنسان من قبل فالحمد لله لك أن تقرر مباشرة. النقطة الثانية، نخطئ وما زال بعضنا يكرر الدعاء بدل التبريك مباركة بالزواج يكرر تلك الكلمة التي اعتبرها أهل العلم ووردت فيها بعض الأحاديث وأنها من أمر الجاهلية بالرفاء والبنين، وهكذا نطقها بكسر بتشديد الراء وكسرها بالرفاء والبنين. وأين المشكلة في هذا الدعاء؟ ليست في الجزء الأول، فكلمة الرفاء تعني التوفيق، تعني الالتئام، تعني الالتحام، فهي جميلة. إنما المشكلة في قولنا والبنين، لأن الجاهلية كانت تنبذ البنات وتكره ولادة البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أولاده من البنات، وكانت البركة ربما في بنات الناس أكثر من ذكورهم، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى وأبشروا من الله عز وجل بالخير العظيم. والبديل عن هذه العبارة أن نقول وما أجملها وما أروعها، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. النقطة الثالثة، أقول للشاب المقبل على الزواج خذ هذه القاعدة النبوية، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. وهذا يدلنا على الحديث الآخر، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كن رفيقا، كن رفيقا من أول ليلة، كن رفيقا في تعاملك، كن رفيقا في عبارتك، كن رفيقا في تصحيح الخطأ الذي تراه، كن رفيقا حتى وأنت على الفراش. فبعض الشباب يستصحب بعض الوصايا الجاهلية أو بعض وصايا زملاء وأصدقاء له لا يعرفون حقيقة هذا الأمر، فيقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، فيشدد على هذه المرأة فيضرها بسبب نظرة خاطئة حينما يكون مع امرأته على الفراش. كن رفيقا تسعد، كن رفيقا ترضي ربك، كن رفيقا تنجح في تربيتك وتدرج في الأمور. فإن رأيت خطأ فنبه بلطف وذكاء، وإن رأيت صوابا فعجل بشكره وتقريره والثناء عليه. النقطة الرابعة، الزواج بداية المطاف وليس نهايته، فلا تطلب من المرأة أن تكون كاملة كما تريد في أول ليلة أو في أول شهر أو في أول سنة، لا، جاءتك وعندها نقص وجئتها أنت وعندك نقص. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى بينكما بدأت التربية، بدأ التبادل، بدأ التناصح، بدأت الرحمة، بدأ الود، والود يصنع من حين العقد الشرعي، الود الحقيقي، الود الذي هو الأرضية التي تستطيع أن تبني عليها، لا كما نرى في الأفلام ونسمع في القصص المسمات بالرومانسية. يحب بعضهم بعضا قبل الزواج، ويلتقي بعضهم ببعض قبل الزواج، لا، وينجبان أحيانا قبل الزواج ثم يقرران. وأين مرجعك؟ مرجعي المسلسل الفلاني، مرجعي الفيلم الفلاني، مرجعي الثقافة الأمريكية، مرجعي الثقافة الفرنسية، مرجعي الأفلام المدبلجة المكسيكية. بئس المرجع، بئس المرجع الذي تبني حياتك معتمدا عليه.
النقطة السادسة أو الخامسة، يا أيها الشاب لا تقلق إذا ما حصل لك بعض القلق في أول الأيام، أو رأيت من زوجتك بعض القلق في أول الأيام، هذا أمر طبعي، فإياك أن تتعجل وتقول هذا الذي يسمونه عدم التوفيق لقد رأيته من أول ليلة. لا، هذا انقباض يحصل أحيانا لبعض الشباب لحساسية عنده. لك 20 سنة، 25 عاما عزبة، ثم بعد ذلك دخلت إلى امرأة لا تعرفها، فمن الطبيعي أن يحصل عندك بعض الانقباض اليسير، شعرت بأنك دخلت في المسؤولية مرة واحدة، هذا سرعان ما يتلاشى مع الأيام إذا ما تيسرت الأمور ووفق الله سبحانه وتعالى وبدأ التعامل وانكسار الحواجز بينك وبين هذه المرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه واطمعوا في فضله واطرقوا بابه، إنه هو الغفور الرحيم القريب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أستعين الله سبحانه وتعالى في إتمام التنبيهات. التنبيه السادس، لا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. هذا وعد يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. نزلت دارا، شقة، فندقا، أي مكان تنزله قل هذا الدعاء يحفظك الله سبحانه وتعالى، لم يضره شيء، لا شيء باطن ولا شيء ظاهر، لا حر ولا برد، لا عقرب ولا حية، لا جاسوس ولا لص، لم يضره شيء. إنها كلمة جاءت نكرة في سياق النفي فتعم، فالحمد لله على هذا التشريع. النقطة السابعة، لا تنسى الذكرى عند الجماع، وله أثر والله العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما مولود لم يضره الشيطان أبدا. فلا تستهن بهذا الدعاء، لا تستهن بهذا الدعاء، احفظه وقل عل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ذراريك بهذا الدعاء النبوي. المسألة الثامنة، إن كنت تريد أن تأخذ نصيحتي مختصرة فإني أقول لك مباشرة: احرص على ألا تأتوا بمصورة تصور زوجتك قبل دخولك عليها، لا تأتي بمصورة، إياك، فإن غالب بل كل هذه المصورات تصور امرأتك في لبس الزواج، وغالب لبس الزواج الموجود عندنا فيه بعض الفضائح، فيه بعض التعري، فالعضد يخرج والصدر أو جزء منه يخرج ووجهها كذلك وهي بكامل زينتها لك، ثم تأتي هذه المرأة، هل تعرفها؟ لا، يقينا لا تعرفها. والذي يقهرك أن غالب من يصورون تصور الآن وغدا تأتيك بالصور حتى تحمضها كما يقولون. لماذا أدخل في تجربة؟ لماذا لا أحمي نفسي؟ لا بارك الله في صورة ستجر علي الويلات، وإن كان ولا بد أن أقولها من باب التنزل، صور أنت
إن كان ولا بد. أما أن آتي بامرأة يقال إنها مصورة لأنها تعرف الصورة، ماذا تفعل؟ تجعل المرأة مرة مضطجعة ومرة جالسة ومرة واقفة ومرة مبتسمة، لمن؟ لا، وبمبالغ باهظة، في ساعة واحدة ما يزيد على 1500 ريال أو 2000 ريال. هذا إسراف، وإسراف في حرام. الإسراف في الحلال حرام، فما بالك إذا كان في الحرام؟ والله يا أخواني، وأحلف لأؤكد، إحدى قريباتي نصحتها بعد أن صورت بأن تأخذ الصورة منها قبل أن تذهب هذه المرأة، وبعد أن ألححت عليها فعلا أخذنا الصور منها وأعطيناها المبلغ المتفق عليه مع عدم قناعتنا به، لكن كان الاتفاق، وقمنا ولله الحمد والمنة وتلذذنا ونحن نكسر هذه الصور. لا تستعجلوا، فلم يأتي الشاهد. هم يريدون هذه الصور ذكرى، يضعوها في جهاز الكمبيوتر ذكرى. والله بعد شهرين أو ثلاثة سرق بيتهم بالكامل، بالكامل، بما فيه من الذهب والأجهزة الإلكترونية والكاميرات وكل شيء. فأتيتها أذكرها الحمد لله أن الصور لم تكن موجودة، هذه واقعة لم يحدثني بها أحد، أنا وقعت عليها، أنا شاهدتها، أنا عايشت أحداثها. وأخباث، يعني لص، ماذا تتصور منه؟ ماذا تتوقع منه؟ سينشر هذه الصور؟ والله لأن تبتلعك الأرض وأنت حي خير من أن تنشر مثل هذه الصور ويعلق عليها أولئك الأخباث. فلماذا لا أسد الطريق من أوله؟ لا تنسى يا أخي، يا ولي الأمر، أو يا أيها الشاب، لا تنسى دعوة الفقراء إلى وليمة العرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئست الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. إيتي ببعض الفقراء لعل بركة هذا الزواج تكون بسببهم. وقل في المقابل: إذا دعاك أحد من الفقراء إلى زواجه فحاول قدر المستطاع أن تلبي دعوته. هذا أمر يلاحظه الإنسان إذا كان الداعي من المسؤولين الكبار، كل يتفرغ لإجابة دعوته، وإذا كان من الفقراء الضعفاء كل يعتذر ويقول أنا مشغول، استجب لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما إن يأتيه شيء من طعام أو شراب إلا ويرسل أبا هريرة: يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة أدعهم حتى يشاركوني في هذا الطعام. كذلك يا أيها الشاب، أستر على نفسك فيما كان من ماضيك، ولا تظن أنه من اللباقة أن تخبرها بمغامراتك السابقة، أمر قد ستره الله عليك فاستر على نفسك. وبعضهم لشدة الوسواس عنده يقول: أنا سأبدأها حتى تخبرني بماضيها ثم بعد ذلك نفتح صفحة جديدة. ما تستطيع، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، أمر ستره الله سبحانه وتعالى عليك فاستر على نفسك. الأمر الثاني في الستر: لا تكن خفيف العقل، فسيأتي بعض أقاربك، بعض أصحابك: ماذا فعلت البارحة؟ ماذا فعلت؟ فإن كان خفيف العقل بدأ يخبرهم: أهي جميلة، أهي كذا، فيصف لهم زوجته. غلط، جنون، غباء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليمقت الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل لا يخبر بأسرار أهله وأخبار أهله، وهذا يأتي: فعلت كذا وفعلت كذا. أخيرا، فيما لو تيسر حمل مبكر، ينصح بعض أهل العلم ألا تخبر أحدا بهذا الحمل، هذه من جهة، والجهة الثانية أن تنبه امرأتك على الانتباه لنفسها مع الحمل الأول حتى لا يحصل لها بعض الألم، ومن ثم ما يتعلق بالإجهاض والسقوط. لماذا؟ لكثرة الإجهاض والسقوط في الحمل الأول عند كثير من
النساء لعدم اهتمامها ومعرفتها بأمر الحمل الأول. يا أولياء الأمور ساعدوا أولادكم على الزواج، ادعموهم. وإن كان لي أن أقترح فأقول بعدما ينتهي الطالب من ثالث ثانوي من المرحلة الثانوية ابدأ بطرح هذا الموضوع عليه. أنا أقول ابدأ بطرح هذا الموضوع عليه. فإن قال يا أبي أنا أريد أن أتزوج فعلا، أنا بحاجة إلى الزواج، وأنت ترى منه قدرة على الزواج وشخصيته مؤهلة للزواج، فاستعن بالله سبحانه وتعالى وزوجه. وإني لا أذكر في المرحلة الثانوية كان معنا من هو متزوج، ولما ذهبنا إلى المرحلة الجامعية كان معنا من هو متزوج ثنتين، ويسر الله سبحانه وتعالى لهم وحفظهم الله عز وجل. وأما ابنتك فلا تقصر في البحث عن زوج ترضاه لها وترضاها له. يا ربي بارك في كل من أقبل على الزواج، يا ربي بارك لهم، يا ربي يسر أمورهم، يا ربي ارزقهم الزوجات الصالحات، يا ربي ارزق الأخوات الكريمات الأزواج الصالحين، وارزقهم جميعا وارزقنا معهم الذرية الطيبة. يا ربي وفقنا لما تحبه وترضاه، يا ربي اغفر لنا جميع ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم شافي مرضانا، يا ربي شافي مرضانا، يا ربي ارفع البلوى عن مبتلانا، يا ربي ارفع البلوى عن مبتلانا. اللهم احمنا من العين، اللهم احمنا من السحر، اللهم احمنا من الحسد، اللهم احمنا من الحقد، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم أزل البلوى والشدة عن المعيونين والمحسودين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. يا ربي عجل بنصر إخواننا المسلمين في سوريا، يا ربي عجل بتيسير الأمور لإخواننا المسلمين في اليمن، يا ربي أذهب الطغاة عاجلا غير آجل عن إخواننا المسلمين في ليبيا، يا ربي انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أعن المظلومين، يا ربي فرج كربتهم، يا ربي فرج كربتهم، يا ربي طالت اللأواء والبلواء عليهم. اللهم ولا ملجأ لنا ولا ملجأ إلا إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.